بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد أمر من الأمور المهمة في التعامل مع السلاسل ليست، ألا هو أمر فلاتن. هنبدأ نشوف الأمر ده بيشتغل ازاي، بس خلينا الأول نعمل سلسلة وليكن مثلا مجموعة من النقاط. هقول له هنا كود بلوك، تمام، وهبدأ أكتب هنا. أنا أقول له مثلا أنا عايز تعد لي من 10 نقطتين لحد 100، تمام، وقسمهم لي نقطتين، وبعد كده علامة الهاشتاج مالناش دعوة بالسياسة لأربع حتت، تمام. هقوله بعد كده اعمل لي ال بوينت باي كوردينيتس، وهقول له وصل لي ده في الاكس ووصله لي في الواي، تمام. طيب هقوله برضو انا عايزك تعمل لي لاسينج لونجست، عايزه يعمله كروس برودكت، فبقى بالشكل دوت. طيب خلينا نشوفه اوضح. طيب هقول له دلوقتي عايزك توصل بينهم، ترسم لي كيرف بولي كيرف. انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا نقط، فهقول له خد ارسم عن طريق النقط. هقول له خد النقط ديت ارسم بيها، فهو فعلا رسم لي من خلال النقط بشكل دوت. طيب بعد كده انا عايز استخدم امر فلاتن، عشان الفكره اللي بيحصل ان هو معتبر دي سلسله اللي هي اول مره رسم هو الصفوف ديت، وبعد كده رسم الثانيه، وبعد كده رسم الثالثه، رابع، معتبر كل واحد فيهم سلسله. انا عايز يعتبرهم كلهم سلسله واحده، فيبقى يرسم النقطه دي الثانيه الثالثه الرابعه، ويوصل بين الرابعه والخامسه الكيرف. هي الفكره كلها ان ما يعتبرهمش اربع سلاسل، لا يعتبرهم سلاله واحده، سلسله واحده فلاتن. طبعا انا هستخدم فلاتن بتاعه الليست. هقول له خد الليست ديت وطلعها لي في الكيرف بالشكل دوت. هو محتاج مني ال AMT layer of nested remove، فهقول له number هقول له ده مثلا 2، وصل بينهم بالشكل دوت، تمام. ده فايدة الفلاتن ان هو بيحول لي ال كذا السلسلة لواحدة بس. خلينا نشوف الموضوع ده في الواتش. هديله البولي كيرف اهوت، تمام. قال لي ان فينا بولي كيرف. طيب الليست فلاتن جاب لي لسته واحده. طيب لو انا قلت له خد البوينت نفسها، هتلاقي ان هو خدهم على كذا لسته، كل لسته فيها اربع ارقام،